اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هستعرض معاكم قراءه سريعه لاهم ما نشرته الصحف والمواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليله جدا اللي فاتت. كالمعتاد بنبتدي مع بعض باكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الاخباريه المصريه النهارده، والحقيقه على خلفيه موافقه الحكومه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي على انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الافريقي، وده بهدف تعزيز حمايه حقوق ذوي الاعاقه في القاره الافريقيه. تاني شخصية معانا وهو الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي في السباق نحو البيت الأبيض دونالد ترامب، وهو محور الحديث في الصحافة في الساعات الأخيرة لأنه لأول مرة بيعبر عن خوفه من حاجة. يعني دايما المعروف عن ترامب أنه بيستعرض قوته على أي شخص وأي كيان، ولكن ترامب خايف من إيران. كتب ترامب عبر صفحته الرسمية على إكس: هناك مخاطر كبرى على حياتي من جانب إيران، وكل الجيش الأمريكي يشاهد وينتظر. وقال كمان ترامب: لقد قامت إيران ببعض التحركات بالفعل ولم تنجح، لكنهم سيحاولون مجددا. هذا ليس وضعا جيدا لأي طرف، فأنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر من أي وقت مضى. ثالث ورابع شخصية معانا، ومن أيام كان الخطاب الأخير طبعا للرئيس الأمريكي جو بايدن في الأمم المتحدة، وفي الخطاب ده قال أنه ما زال بيبذل قصارى جهده لمنع حرب شاملة في الشرق الأوسط، وقال كمان أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للي بيحصل في لبنان. والحقيقة وقعت كلمة بايدن على الشعب اللبناني كان سيء وبلا قيمة. تخيل بتقول لناس تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي أن الدبلوماسية هي الحل ليكم. كمان المسؤولين في لبنان رفضوا كلمة بايدن وانتقدوها، أبرزهم كان عبد الله أبو حبيب وزير خارجية لبنان، واللي قال خطاب بايدن حول لبنان مخيب للأمال، وعدد النازحين يناهز النصف مليون. خامس شخصية معانا وهو عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللي أعلن تأجيل رحلته مرة أخرى إلى نيويورك، وده بالرغم أنه كان المفروض يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وده يعني بيطرح سؤال مهم: هل تفاقم الحرب والاستهداف الإسرائيلي للبنان هو السبب أو على الأقل أحد الأسباب؟ تعالوا دلوقتي نروح لأبرز الموضوعات اللي لفتت انتباهنا على المواقع والصحف المحلية والإقليمية وأيضا العالمية، وكمان أبرز الترندات على السوشيال ميديا. أول خبر معنا وهو عن الدكتور داود سلامة رئيس جامعة الأزهر الشريف، اللي أعلن أن الجامعة السنة دي لأول مرة بيتم تدريس برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الصينية. وأضاف داود أن الجامعة بتدرس إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وده بالإضافة لتوجيه الإمام الطيب بإنشاء مركز ذكاء اصطناعي ده للحفاظ على التراث الإسلامي. وأكد أن الجامعة عندها قسم للذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة. الخبر اللي معنا بعد كده عن محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اللي أعلن عن مشروع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإدارة القطاع الخاص بمنطقة العاشر من رمضان، وقال إن المشروع بيتأسس دلوقتي من وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات. وصابر قال إن المشروع هيكون مشترك بين محافظة القاهرة والأليوبية، والقاهرة بتمتلك فيها حوالي 400 فدان هيقام عليها المشروع. وأضاف إن في مشروعين قائمين بالفعل لإعادة تدوير المخلفات بمصنع جديد في منطقة السلام، ومشروع تاني في مدينة 15 مايو وظيفتهم تدوير المخلفات الصلبة وإخراج منتجات هيعاد استخدامها من جديد. وأكد صابر إن في مقلب عمومي اتقفل في منطقة السلام بالعبور عشان يتم تحويله لإنتاج الطاقة الكهربائية، ووزارة البيئة بتتابع المشروع بشكل دوري وهيتم افتتاحه بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية. الخبر اللي معانا بعد كده عن مهرجان الجونة السينمائي، اللي أعلن عن تكريم محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وده ضمن فعاليات الدورة 7 من المهرجان واللي هتكون في الفترة من 24 أكتوبر ل 1 نوفمبر. التكريم ده هيكون احتفاء بالأدوار اللي برع في تقديمها في السينما والتلفزيون، وده طبعا بجانب الدور اللي بيلعبه بعيدا عن الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء كان ده عن طريق الإنتاج من خلال شركة البطريق للإنتاج الفني اللي أسسها في التسعينات، أو كمان كان في الإعلام من خلال مجلة الفن السابع اللي اهتم بإصدارها لسنين كتير.
الخبر اللي معانا بعد كده عن الإعلامي أحمد شوبير اللي اتكلم عن موعد انتخابات اتحاد الكرة المحتمل وموعد الدعوة للجمعية العمومية، وكلامه الحقيقة كان محور للجدل على السوشيال ميديا وكمان تناقلته الصحف والمواقع الإلكترونية. قال شوبير في تصريحات تلفزيونية: هل تكون هناك دعوة للجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكرة في اجتماع الثلاثاء المقبل؟ وهل يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات؟ وكمان شوبير كان بيتساءل باستغراب عن بعض الأمور، منها مثلا أو على سبيل المثال أن في بعض الناس من داخل اتحاد الكرة لا يحق له الترشح حاليا، وفي ناس كملوا دورتين في نفس المنصب زي جمال علام ومحمد أبو الوفا وحازم إمام وأبو الوفا وإمام بالذات لا يحق لهم الترشح على نفس المنصب، لكن يحق لهما الترشح على منصب نائب الرئيس أو الرئيسي. وقال شوبير عن توقعاته: ما أشعر به أن الدورة المقبلة ستكون دورة الوجوه الجديدة برئاسة قديمة، وقد يكون هاني أبو ريدة الأقرب للترشح على منصب الرئيس. ونهى كلامه بأن أمنيته هي إنقاذ الكأس وكأس الرابطة في الموسم المقبل حتى لا يكون الأمر مثل الموسم الماضي الذي شهد انسحاب الأهلي. في شيء الحقيقه لاحظناه على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا، خاصه امبارح على جروبات الفيسبوك اللي فيه تحذيرات منقوله على لسان بعض شركات الميه في المحافظات ان الميه ملوثه، وده طبعا شيء غير اخلاقي بالمره لانه بيسبب حاله من الهلع والرعب بين المواطنين. وبالفعل قامت العديد من شركات المياه في المحافظات بالنفي وبان هم يطمنوا المواطنين بان الميه ما فيهاش اي مشكله، بل بالعكس بعض الشركات زي شركه مياه الشرب بالاسكندريه أخذت بعض العينات من ترعة المحمودية بغرض التحاليل والكشف عن مدى سلامتها، والنتيجة إن العينات كانت سليمة. والحقيقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأليوبية والأسكندرية والبحيرة في بياناتها الرسمية بالمواطنين قالت عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تهدف إلى تجدير حياة المواطنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد. تعالوا نروح مع بعض لكاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط النهاردة تعليقا على الواقع السوداني بين الحرب والمجاعة. فيديو من فيفي عبده من أجل لبنان بيشاركوا العديد من اللبنانيين على حساباتهم بالإنستغرام وفيسبوك.